فاجئه في الدوره اقول جايب له نفافيخ وجايب له من مصاصات ويقول لك شوف الدكتور انت بتنفخ نفافيخ دي اذا نفختها كويس بتصير قادر تتعامل مع العميل. اسمه لعب صح؟ المفروض الانشطه تكون تحقق من؟ الوحده. طيب بعد ذلك بعد ما حددت الانشطه عندنا تحديد مخرجات التعلم. ايش تتوقع اللي بيخرج معنا؟ يلا قول لي اذا دربناه ايش بيخرج؟ أن يخرج هذا المدرب بعد البرنامج اللي بيجيك مهارة كذا مهارة كذا مهارة كذا مهارة كذا هذه مخرجات التعلم. أعدك الدكتور بعد نهاية البرنامج سيجيد هذه المهارات. لازم أكون واضحة. ثم بعد ذلك تحديد البيئة التدريبية. إيش نحتاج في القاعة التدريبية؟ نحتاج مثلا قاعة عشان ورش عمل، نحتاج يكون عندنا بروفيسورات، نحتاج يكون عندنا حرف يو، أكيد نحتاج البيئة. ثم تحديد هيئة التدريب. مين المدربين اللي بيدربوه؟ يا اخي يمكن مدرب اخر ينفذ البرنامج، مين بيدربه؟ ثم بعد ذلك عندنا ياتي تنفيذ البرنامج. لاحظوا البرنامج هو واحد من الدور اللي خططنا له كل الامل تبعت تنفيذه. ثم بعدين عندنا عمليه تقويم البرنامج، نقيم البرنامج نجح ولا لا ونشوف هل سدد الجاب ولا لا. فكانت اخت مدير التدريب قالت انا عندي دوره انا ما اشتغلش اعتباطا، انا ساعمل من؟ دورة تدريبية. واحدة من الدورة التدريبية الشيء المشهور في الدورة التدريبية هو هذه القطعة اللي اسمها البرنامج. بس هي مش كل الدورة. إذا أنا اتصلت عليها الليلة تقول لي أنت فين؟ أقول لك أنا في البرنامج التدريبي. ما أقول لك أنا في دورة تدريبية. لماذا؟ لأني أنا داخل فعالية. لو اتصلت عليها أمس أقول لك والله أنا عندي دورة الأسبوع الجاي. ليش عندي دورة الأسبوع الجاي؟ أنا جالس أخطط لها من الآن لبكرة. أخطط ما زلت أنا في الدورة. حتى لو جيتني سألتني الأسبوع بعد 3 أسابيع بعدين خلص الدورة. سألني تقول لي ايش تسوي؟ اقول انا والله يا اخي انزل عندي الدوره الان جالس ما ادري افعل، انا جالس اخطط الان الشباب اللي حاضرين معي، الناس اللي حضروا والبنات اللي حضروا معي، هل فتح لهم موقع؟ هل قدم لهم دعم؟ هل ارتفع مستوى ادائهم؟ هل بدوا ينفذوا برامجهم؟ اذا ما زلت حتى انا اتكلم عما بعد التدريب. اذا عندنا الان هذا الزميل قالت الاستاذه قالت هذه الطريقه اللي عندي. فقلت له كيف تشتغلي؟ قالت لا لا انا عندي واحد اسمه مشرف تدريب. يبغى واحد من قالت عندي واحد اسمه اخصائي تدريب. يبغى واحد من الاخوه يكون اخصائي تدريب. كلفت الان لاحظ مين يكلف اخصائي التدريب؟ الاخت مديرة مركز التدريب كلفت اخصائي التدريب بان يقوم بعمليه الان التخطيط للدوره التدريبيه. ما شاء الله عليك عندك جيب اصلا ما عندي ما شاء الله حركات حلوه مو مرتبه لا حلوه بس حركات طيب ما شاء الله كلفنا الان اخصائي التدريب. من هو اخصائي التدريب؟ اخصائي التدريب هو الشخص المخطط لكل عمليات التدريب قبل واثناء وبعد. شغله ما ينتهيش قبل. يعني بعض الناس يتوقع انه شغله بس قبل البرنامج، لا، هو يشتغل معنا قبل ويشتغل معنا اثناء ويشتغل معنا بعد البرنامج، حلو؟ والعجيب انه هو الشخص الوحيد اللي ما يطلعش في الصوره. هو اللي رابط السيناريو كله. لكن هو اللي مسوي كل العمليات، ماذا سيفعل؟ اول شيء عنده، اول مرحله عنده عند اخصائي التدريب، لاحظوا هذا الرجل متفرغ لاداره العمليات، يعني متفرغ هو بيمشي معنا فين؟ كل الدوره دي مسؤول عنها. هو مسؤول عن ملف، الان الاستاذه قالت له عندنا ملف تدريب هذا الدكتور، قال انا ببدا معاه احدد المستهدفين راح اسوي هذا كله بسويه، سؤال يسويه بنفسه؟ لا، هو يحرك فريق عمل. هو بيحرك فريق عمل حتى ينجح، فلاحظ الان كل الاعمال ستكون عنده موجوده، احنا كمدربين حتى ما ظهرناش في الصوره، ايش يسوي؟ اول شيء سيبدا يكلف واحد اسمه مشرف التدريب. اول شخص سيكلفه شخص اسمه مشرف التدريب. من يجينا هنا الشباب مشرف التدريب؟ لاحظوا اول عمليه سواها سيبدا الان يكلف واحد اسمه مشرف التدريب. الاستاذ صلاح الدين هذا مشرف التدريب كلفه. قال له يا اخ صلاح الدين كلف الاخ مشرف صلاح الدين قال له يا اخ صلاح الدين اباك ماذا تفعل؟ اباك تسوي الشيء التالي، اباك تقوم بزياره اسمها زياره اشرافيه. اباك تروح تزور الموظف وتسوي لنا زياره من؟ اشرافيه. ايش يعني زياره اشرافيه؟ المفروض تروح تزور المنشاه راح تعرف على كلام المدير العام ايش تشتكي منه؟ ايش كلام المدير المباشر؟ ايش كلام الموظف؟ وايش معهد المعلومات قبل برنامج تدريب يسعود بها اللي يقدمها لمن؟ لاخصائي التدريب. واحده من الاخطاء الدائمه اللي تكون موجوده عندنا انت كمدرب لما تيجي تقول له طيب احد زار الموظف؟ احد زار الموظفين؟ قالوا والله ما ندري عنه. احنا عارفين ايش عن الموظف. طيب مين هو الموظف؟ ايش شغله؟ والله ما ندري. ايش شغل الموظف؟ طيب هذه مشكله كبيره تقابلنا صح؟ اذا من سيقوم بهذه الزياره؟ الان الاخ سيقوم بالزياره، ماذا سيفعل؟ اثناء الزياره هذه الزياره الاشرافيه اللي سيكون بها وهي زياره مهمه جدا بالنسبه لنا. ارجو ان تتذكروا ان هذه تعرف القضيه معي بس خليكم معي
20 مليون. شوفوا الان ماذا سيفعلون. اول شيء الزياره الاشرافيه عنده تذكروا يجب ان ينتقل للمنشاه. واضح الكلام ذا؟ احيانا ايش يسوي؟ يجيك يا صلاح الدين بعض الزملاء اخص مشرفين تدريب يسوون حاجه اسمها حذرقه. عارف حذرقه؟ يعني هم اصلا مشرفين تصوير. يعني المفروض ان احنا عارفين ايش يحتاجون، اكيد يحتاج 1 2 3 4. يا حبيبي هذه بعيده تماما عن واقع العمل. كل منظمه لها متطلبات مختلفه. فاول شيء سيعمله عليه ان يقوم بعمليه جمع المعلومات. ايش المعلومات اللي يبغى يجمعها؟ كل شيء اثناء الزياره سيكتبه. يعني كيف شكل المبنى حقهم؟ كبير ولا صغير؟ المبنى حقهم نظيف ولا غير نظيف؟ واضح انه معاهم تفضل يقول اسفنجة؟ ايوه هو الان بيسوي زي الاسفنجة، بيروح يجيب كل معلومات لنا. طب كيف شكل ايش التحديات اللي عندهم؟ لما رحت زرتهم كانوا يتخاصمون يرفعون صوت على بعض ولا لا؟ لما جالس يدرس عندنا شيء مهم يجمع معلومات عنده حسب الثقافة التنظيمية. كيف طريقة العمل عندهم؟ كيف هم؟ ليش؟ لأن هذه المعلومات كلها التفاصيل الصغيرة دي كلها ايش بتخليني؟ بتخلي المدرب داخل القاعة يغرد. لكن انت عارف تمامهم كيف يفكرون يوميا. فبالتالي هو جالس يجمع معلومات، اول شيء جمع معلومات، معاه دفتر كذا ويجمع كل معلومات. طيب يجمع معلومات من فين؟ اول شيء عليه ان يزور المدير العام، لا يمكن تدخل منشأة بدون ما تروح تقابل اول شيء مدير عام، اذا اول شخص من هو؟ مدير العام، حط ببالك يا اخ صلاح الدين انك ستقابل 3 اشخاص، كل واحد سيعطيك معلومات مختلفة عن الثاني، لأن يعني كل واحد يشوف التدريب من زاوية مختلفة. زين؟ فانت اول شيء تجلس مع مدير العام بتقول له مدير العام ايش شكوته؟ ايش شكوتك يا استاذ؟ انت اجي تبغى فلوس. تقول له انا بدفع فلوس ابغى من؟ انتاجيه. بتروح للمدير مباشر تسالها ايش مشكلتك؟ ايش بتقول؟ انا نزل عنده مشاكل عشان كذا ما سوي. ولا تدخل الان اقل لانه عنده مشاكل، قد يكون يبغى له انه نراقبه، نسوي تقويم، نسوي تخطيط، نسوي له خطه، بدات انت رؤوس اعمى. لما احنا الموظف قلنا له يا اخي انت ايش مشكلتك؟ قال يا اخي والله انا الاجهزه اللي عندي اصلا ضعيفه، ترى انا كويس بس الاجهزه بعدين ما اعرفش اسوي حسابات جانت شارت، ما اعرفش اسوي جدول اداره الزمن مع الفلان، فبدا يشتكي عن من؟ عن مشاكل. اذا المدير العام سيتكلم عن مشاكل المنظمه، المدير المباشر سيتكلم عن مشاكل الوحده، الموظف سيتكلم عن مشاكل من؟ مشاكل الشخصيه، تذكروا رسمه رسمناها اول لما تكون 3 مداخل، فهو الان سيجمع معلومات، اثناء جمع معلومات سيجمع عن شيء غريب، سيجمع عن شيء اسمه تحليل الاحتياج، نسكت مش تدريبي. يعني مثلا هل الموظف يحتاج اصلا كمبيوتر؟ عنده كمبيوتر حقه كويس ولا مش كويس؟